شوف القرآن حريص على ايه؟ القرآن حريص على انه علاقة الفرد بالمجموع تبقى علاقة قوية جدا. في وسط الامر بنشر وبعث الخيرات والنعم على الفقراء والمحتاجين والاوجه العديدة وايتاء الزكاة في الوسط واقام الصلاة، فكأن عناية الله سبحانه وتعالى في تحقيق حياة بين بني الإنسان مترابطة متوادة متحابة تكتنف من الجانبين وتحتضن من الجانبين إقام الصلاة. كأن الصلاة التي ترضي الله تمام الإرضاء هي التي تنطلق إلى الله من مجتمع متراحم متحاب متواد. توسيط إقامة الصلاة بين حديث عن التراحم بين الناس ذات اليمين وحديث عن إيتاء الزكاة ذات الشمال يفيد ذلك، أن الصلاة الأكثر قبولاً وإرضاء لله هي تلك التي تنطلق من مجتمع من أرضية اجتماعية متراحمة متحابة متوادة.